أنا أقول وأنا أفعل وأنا هذا رأيي وأنا هذه نظريتي وأنا هذه أفكاري وأنا خب خلصنا. قل له اسكت، هاي مغالطة الشخص. تعال ناقش الفكرة، لا تروح تطعن صاحب الفكرة حتى الناس تعوف أفكاره. زين، فهاي مغالطة الشخص وهي من المغالطات الشهيرة والمنتشرة. الإمام علي حتى يعالج هاي المغالطة قال، قال لا تنظر إلى من قال، ما لك علاقة قال منه، إيش لابس، شنو دينه، شنو، ما لك علاقة، لا وانظر إلى ما قال، قال شنو، مو هو شنو الحكاة شنو. ما تفيد ولا أساليب التعبانة ما تفيد. عندك شير ما عندك شير، اقول انت قاعد تسولف صدق. طبعا انا قاعد اعطي المصادر يعني. ناظرون ما يدانيه نورا وضياء. هسه دا يمدح منهم مولانا العلامه المجلسي؟ دا يمدح منه؟ ها؟ لا دا يمدح نفسه مولانا، لانه هذا الكتاب منو كاتبه مولانا؟ ها؟ ها؟ منو كاتبه مولانا؟ ما كاتبه الجن ولا الملائكه، كاتبه منو؟ هسا الآن بيني وبين الله السيد الحيدري فد قاد فد جملتين هنا ولك يا أخي، هذا ليس ديدن علمائنا واحد يمدح يا أخي، هذا ديدن علمائنا، هذا ديدن علم ومن حقهم. وأما بنعمة ربك ماذا فحدث، ومن حق العلامة المجلس يقول الله أعطاني ما لم يعطي ماذا الآخر. وهذا أصلا تعلمناهم من أئمة أهل البيت، لأن أئمة أهل البيت مدحوا أنفسهم أو لا. نعم الفارق أن مدح أئمة أهل البيت حق لا ريب ماذا، حقا مدح أنفسهم حق لا ريب فيه. أما إذا أنت مدحت نفسك قلت هذا 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 وهذا اعتقادي، قد يصيب وقد ماذا وقد يخطئ، هذا الفرق. مو أنه هو ذلك لهم الحق وأنت ليس لك الحق، لا، بضاعتكم هذه تريد أن تعرفوها للناس، من حقك أنت. عمي الآن يسوون مصنع مولانا مالك كلينس مولانا ويبدأون يمدحوا مولانا، وتكاتب علم آل محمد، مو من حقك تمدح تقول هذا فيه ما ليس عند الآخر. شنو أمينة؟ أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من اعتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ بي جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إلي الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم.